السلام عليكم، تحياتي للجميع، تحياتي للجماهير المغربية. احنا موجودين هنا في يعني في منزل الاب الركراكي، الاب الخالوق محمد الركراكي، يعني الاب ديال والد الركراكي. الحمد لله، واحد الاستقبال كان رائع منه، تبارك الله عليه. رغم كاين رمضان، اجواء رحب علينا باش نفطروا، لكن المشكل دابا هو عندنا مقابلة في طنجة إن شاء الله، غنكون موجودين تما إن شاء الله. والد الركراكي من زمان، أنا والابن ديالي كنا بغينا يكون في المنتخب، وكتب له حتى المونديال، والحمد لله عطى صورة يعني مدينة تطوان ولا المغرب، عطى واحد صورة جميلة على المنتخب. الحمد لله كما شاهدتم، يعني بدات مش كيقول الفنان ديالنا، الفنان ديالنا الرضواني هو يعني في المجال الفني في الفيفا، زائد رئيس البعثة عبد الملك أبرون، والد الركراكي يعني مدرب المنتخب المغربي، زائد الابن والاب الابن والاب ديال مشجعين المدرجات. وتحياتي تحياتي لجميع الجماهير المغربيه. وشوف الناس كسيقوا، راه كسيقوا ولاد اللاعبين، الحمد لله راه كاين كثير، راه ما تسائل عليهم، موجودين تبارك امير الرباطي ولائحه طويله. نشوفوا ريان، تفضل ريان مقابله اليوم. اول حاجه كنشكروا السي الاب محمد الركراكي على الاستضافه ديالو، كنشكروا الابن ديالو والد الركراكي اللي قام بواحد مشوار كبير كما كنعرفوا في قطر، وعطى واحد صوره كبيره لفرحه 40 مليون مغربي. تحيه له، وقام بواحد كما كنقولوا معركه ونجح فيها، والحمد لله ونجح. وكنشكروه، وحنا اصلا كنا كنطالبوا بوالد الركراكي بعد اقاله واحد خالد لوزيتش. الحمد لله اليوم مباراه كنتمنوا الخير، مباراه عاد تكون فيها لاعبين جدد اللي التحقوا بكتيبه والد الركراكي. الحمد لله انتقين في كتيبه والد الركراكي، وان شاء الله خير، وكما كيقول ديروا النيه وان شاء الله فيها خير. يعني نسمعوا له كلمه قبل ما ينتقل لمدينه طنجه. قلنا سي محمد ديروا النيه، قرب ميكرو قرب ميكرو، ديروا النيه وضرب في البوطو وتخرج وحلب. سير 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 سير. حنا عاودنا من مدينه تطوان عند باباه الوالد الركراكي اللي رحب بينا هنايا، كنشكروه. ايوا كنتمناو المنتخب الوطني فين رحنا والد الركراكي في المونديال قطر، ودابا كنتمناو شي نتيجه تكون مزيانه اليوم باش نمشيو مزيان في هذا المنتخب. وحنا كنتابعين كتيبه الوالد الركراكي، ديروا النيه، سير سير ضرب في البوطو وتخرج ان شاء الله. كلمه اخيره، شوف نشكر دوله قطر على التنظيم الرائع ديالها، يعني قطر جمعت العرب كاملين وجمع المنتخب الوطني بهذا الشهاده. الحمد لله عطاو صوره جميله انهم العرب قادرين ينظموا شي حاجه كبيره، رغم هما كانوا يعني كانوا تنمروا على قطر انها ما غتنظمش. وتحيه مقابله اليوم البرازيل والمغرب، مقابله يعني رغم اخفاء ديال البرازيل في مونديال قطر، لكن نقول لوالد الركراكي ان شاء الله احنا معك وسنفوز ان شاء الله. وسير سير 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 س